المواطن يريد منكم أن تكونوا كما الجيش الوطني الشعبي ليروا يحارب بقايا الإرهاب، نريدكم أن تقتدوا به وتحاربوا الإرهاب في الطرقات. سيد الوزير الأول، هل تعلم بأن نسبة حوادث المرور في 2022 أكبر من 2021، وفي 2021 أكبر من 2020، والنسبة ترتفع يوما بعد يوم؟ علاش؟ لأن الطرقات مهترئة، وقطع غيار السيارات غير موجودة، واستيراد السيارات يعني حكومة 3 سنين دفتر شروط ما قدرناش نديروه. إذا معولين نفتحوا ونقولوا يا شعب راح يدخل لكم السيارات، ماشي معولين قولوا من أجل احتياطي الصرف ما تسناش في ظل تدهور وتخلف القطاع النقل العمومي.